بدر سوالفك هذه مو علي، خاف الله بزوجتك لصاينتك وصاينة بيتك ومتحملتك ومتحملة أطباعك الزفت، آخرتها جازية بأنك تحط على راسها مرة. أولاً الشر حل الأربع، يعني مو غلط إذا خذيت الثانية. ثانياً مرام مش قايلت ليش بالضبط؟ مسكينة المرام، وهي تقدر تتكلم ولا تسولف كلها خاشة بقلبها. السايق اللي قال لي اليوم ماما هذا بابا بدر مطرشني بالملابس حق مدام. من المدام اللي حضرتك مطرش سايق بيتنا علشانها؟ سايق ما تعرفين صالح اللي عندنا في المحل؟ أعرفه. شي؟ سيارته اختربت وزوجته عندها حفلة، فطرشت له السايق يخلص شغله. بس هذه كل السالفة. ماشي. اسمعني زين يا بدير، اللي ضايق مرام يضايقني، وانت عارف شنو مكانة مرام بالنسبة لي، مكانتها من مكانة اختك الله يرحمها، فما بي اشوفها مكسورة بسبتك ولو تلف الدنيا كلها ما راح تلقى واحدة تسوى ظفرها. الله يعطيك على قد نيتك يا ولدي.